السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالتحرك من أجل تشكيل حلف عسكري لمواجهة التهديدات الإيرانية تجاه الشرق الأوسط. هذا الأمر أصبح واضحا من خلال زيارة بدأها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط. بدأ بهذه الزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك سيزور المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم ذلك إلى إسرائيل. والآن بالنسبة لزيارة المملكة العربية السعودية، هو قد وصل فعلا إلى الرياض والتقى بوزير الخارجية السعودي، وزير الخارجية التركي، وعدد من الشخصيات الأخرى، بالإضافة إلى حضوره لجلسة لوزراء مجلس التعاون الخليجي. وهنا ذكر هذه المسألة بشكل واضح بهذا الشكل وذكر الآتي: الهجوم الإيراني يسلط الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي تمثله إيران، يقصد هنا الهجوم الإيراني على إسرائيل، لكنه يسلط الضوء أيضا على ضرورة العمل معا على الدفاع المتكامل. وأضاف هنا: ستجري الولايات المتحدة محادثات في الأسابيع المقبلة مع الكتلة السداسية بشأن دمج الدفاع الجوي والصاروخي وتعزيز الأمن البحري. ما يقصده هنا أنتوني بلينكن بشكل واضح بأن يكون هنالك عمل على تشكيل حلف كحلف الناتو الذي يواجه بشكل دفاعي روسيا، أي حلف ناتو شرق أوسطي لمواجهة إيران، وأن يكون دفاعيا. والدفاعي هنا المعنى منه والمقصد منه أن تكون هنالك مشاركة على مستوى المنظومات الرادارية والمنظومات الدفاعية بين كل الدول الموجودة في هذه المنطقة تحت مظلة دفاعية تدعمها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ليس بالضرورة لحماية إسرائيل، لا أبدا، بل لحماية منطقة الخليج العربي بشكل عام والشرق الأوسط من أي هجمات إيرانية محتملة، خاصة بعد كل التطورات التي شهدناها في هذه المنطقة. مثل هذا الحراك كان قد حدث فعلا في العامين الماضيين، ولكنه لم يصل إلى طريق. وواحدة من أهم الأسباب هي أن المملكة العربية السعودية كانت في خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، كان هنالك تصدعا للعلاقة مع إدارة جو بايدن. تحديدا كذلك أن المملكة العربية السعودية كانت في محادثات من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجانب الإيراني، وأيضا أن الإمارات العربية المتحدة رفضت هذه الفكرة وأبلغت إيران بأنها لن تكون جزءا من مثل هذا الحلف ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط. بالتالي الحلف لم يصل إلى أي طريق، ولكن الوضع الأمني الآن بعد 7 أكتوبر قد تغير في منطقة الشرق الأوسط. ما يتحدث عنه أنتوني بلينكن هنا الأمن البحري، والمقصد هنا بشكل واضح ما تقوم به جماعة الحوثي أو اليمن تجاه المياه الإقليمية. جماعة الحوثي ما قامت به منذ نوفمبر من العام الماضي مع اندلاع الأحداث الخطيرة جدا في قطاع غزة، هي فرضت حصارا طبعا على مضيق باب المندب، وكذلك استهدافات مستمرة وخطيرة في خليج عدن، وكذلك باتجاه البحر الأحمر، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى مشاكل اقتصادية كبيرة للغاية في الشرق الأوسط، في أوروبا، الشحن، الملاحة، أسعار النفط قد ارتفعت، وكذلك أن إيران أيضا قامت بعدد من العمليات، أيضا في عمليات الاستيلاء ضد عدد من السفن في بالقرب من مضيق هرمز، وبالتالي مضيق هرمز أيضا هو مهدد، ومن الممكن أن يؤدي أيضا إلى رفع أسعار النفط والأسعار بشكل كبير. أزمة اقتصادية كبيرة ممكن أن تحققها إيران من خلال هذه الاستهدافات. بالتالي ما يقوله أنتوني بلينكن هنا الأمن البحري، أي أن الحلف هذه المرة ليس كالمرة السابقة، وإنما المقترح أن يكون عمل كبير جدا، وأن يكون من خلال هذا الحلف عمل كبير من أجل ضبط هذه المنطقة ومواجهة أي تهديدات محتملة. ومسألة أن تكون هنالك استهدافات إيرانية مستقبلية على الخليج العربي هي مسألة ليست مبالغ بها أبدا، وهذه مسألة من الممكن أن تكون واقعية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية ممكن بعد أحداث قطاع غزة كما يجري وكما يتم الحديث عنه في عدد من الأوساط الغربية بأن تكون هنالك علاقة دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، على شرط أن يكون هنالك تحقيق كامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن يكون هنالك حل للدولتين يخدم الشعب الفلسطيني، وأن ينهي هذه الأزمة التي أشعلت المنطقة وأوصلتها إلى ما أوصلته إليه. وكذلك أن واحدة من الشروط أن يكون هنالك مفاعلا نوويا سلميا للاستخدامات السلمية للمملكة العربية السعودية، وكذلك اتفاق دفاعي ملزم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ودائم ويصادق عليه الكونغرس الأمريكي، وهو أمر مهم أيضا للمملكة العربية السعودية. مثل هذا الاتفاق
ممكن أن يزعج إيران وممكن أن يدفع إيران لاستهداف المملكة العربية السعودية أو حتى جعل جماعة الحوثي أو غيرها من الفصائل الموجودة في المنطقة أن تستهدف المملكة العربية السعودية. وسبق وأن رأينا كانت هنالك تصريحات سعودية باتجاه علاقات مع إسرائيل تحديدا، وبعد ذلك جرى ما جرى، جرى 7 أكتوبر، تصدعت هذه المسألة وأصبحت تحت النار طبعا بكل تأكيد، وبالتالي المسألة لم تصل إلى أي طريق نهائيا بسبب كل ما جرى. ولكن من الممكن لهذا السيناريو فعلا أن يكون هو السيناريو القادم ضد المملكة العربية السعودية. وأيضا في نفس الوقت يجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الطائرات الأمريكية البريطانية الفرنسية كانت قد شاركت في مسألة الدفاع عن إسرائيل بالهجوم الإيراني الذي شهدناه في ليلة 13 على 14 من أبريل طبعا، وكان هنالك هجوما كبيرا طبعا من الجانب الإيراني على إسرائيل، تمكنت الولايات المتحدة من صد هذا الهجوم. وطبعا هذا الأمر يضع الولايات المتحدة الأمريكية كقوات التحالف في العراق، قوات التحالف في سوريا، أو المصالح الأمريكية أو القواعد الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط كأهداف مستقبلية بس بالنسبة للجانب الإيراني، لأن إيران لم تنجح في هجومها في ضرب أي بنى تحتية كبيرة أو أضرار كبيرة أو أدت إلى مقتل جنود أو غيرها، وبالتالي هي قد تبحث عن ضرب مثل هذه المصالح. والكثير من المصالح الأمريكية العسكرية تحديدا والقواعد نتحدث هي موجودة في الخليج العربي، ولا بد أن لا ننسى أيضا السفارات الإسرائيلية، القنصليات الإسرائيلية الموجودة في منطقة الخليج العربي أيضا من الممكن أن تكون هدفا. وسبق وأن كانت هنالك طروحات أن من الممكن لإيران أن تستهدف السفارات الإسرائيلية أو حتى القنصلية الإسرائيلية الموجودة في الخليج العربي كانتقام لما قامت به إسرائيل باتجاه القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق، ولكنها ذهبت طبعا للهجوم المباشر على إسرائيل بدلا من ذلك، لكنها لم تنجح. بالتالي هذه كلها سيناريوهات حاضرة باتجاه الخليج العربي، وهذا هو الذي ممكن أن يعطي فرصة لمثل هذه المظلة الدفاعية ومثل هذا الحلف أن يتحقق بهذا الشكل، خاصة وأن هنالك تصريحات الآن واضحة من قبل الجانب الإيراني وتحديدا العميد رمضان شريف، هذا الرجل هو المتحدث باسم الحرس الثورية الإيرانية، اليوم قال بأن هنالك 10 دول قدمت المساعدة لإسرائيل في الوعد الصادق، أي أنها ساعدت إسرائيل في مسألة الدفاع عنها. وهذا يعني قد لا يعني ببساطة بأن هنالك مشاركة مباشرة بالطائرات في صد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، لا أبدا، بل قد تكون مشاركة استخبارية رادارية أو غيرها من قبل أي دولة كانت. 10 دول، ويتحدث عن 10 دول. ما هو معروف عن الدول التي كانت مشاركة في الدفاع عن إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا وحتى فرنسا، أما بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية مسألة سيادة، وهي أبلغت إيران وأبلغت إسرائيل بأنها لن تسمح لأجوائها ولمجالها الجوي أن يخترق من أي طرف بأي شكل من الأشكال. لكن ممكن أن تكون الرسائل الإيرانية هنا واضحة للغاية، لكن 10 دول يعني ممكن أن تكون أي من الدول الخليجية أيضا حاضرة بالنسبة للجانب الإيراني من خلال هذه التهديدات. وواحدة من القواعد الخطيرة التي ممكن أن تكون تهديدا مباشرا على الخليج العربي والتي استخدمت في الهجوم مباشرة من العمق الإيراني على إسرائيل هي كانت في شيراز، وكانت قد ظهرت بهذا الشكل من تصويرا من أحد المواطنين الموجودين طبعا في شيراز كما تلاحظون، وقال بأنني في شيراز وأن هنالك صواريخا تنطلق بعد أن سمعوا الصواريخ واحدة تلو الأخرى تخرج من هذه القاعدة. وهذه الصورة إذا ما حاولنا من تحديدها طبعا ومعرفتها نستفيد طبعا، والفائدة الكبرى هنا من الجبال التي تأتي بهذا الشكل، وكذلك هنالك حد واضح للجبل الآخر، وواضح تماما بأن الصاروخ ينطلق من حافة هذه النقطة المرتفعة التي نراها، هي تأتي تقريبا من هذه النقطة التي واضح جدا أنها انطلق منها هذا الصاروخ. بالتالي هذا يعني الصواريخ تنطلق ما بين هذا الجبل الذي نراه أمامنا وهذا الجبل الواضح في الخلف، وبالتالي يجب أن نأخذ الصورة بهذا الشكل من القمر الصناعي لكي نتعرف على طبيعة النقطة التي انطلقت منها هذه الصواريخ. وإذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي الآن مباشرة إلى شيراز، هذه هي شيراز، لاحظ كيف أنها منطقة مهمة باتجاه الخليج العربي، هذه هي شيراز، وفي هذه النقطة تحديدا منطقة معالي آباد هنا بهذا الاتجاه هي النقطة التي تم من خلالها كانت قريبة أو الأقرب
بالنسبة لي النقطة إطلاق الصواريخ، وأغلب شهود العيان هنا شاهدوا هذه الصواريخ وهي تنطلق من هذا الاتجاه. دعونا نأخذ الصورة المطابقة للمقطع الذي رأيناه قبل قليل من أجل التعرف بالضبط على هذه النقطة التي تبدو هي نقطة ليست عادية بالنسبة للجانب الإيراني. ستلاحظ هنا طبعا كل شيء متطابق مع الصورة التي رأيناها، هذا هو المرتفع، نفس التخطيط الواضح للجبال التي تساعدك تماما في معرفة هذه النقطة الإطلاق، وهذه هي الحافة، هذه النقطة المرتفعة. بالتالي من الممكن أن تكون هذه النقطة نقطة الإطلاق بين هذا الجبل وهذا الجبل. دعونا نقترب بالقمر الصناعي لنحدد هذه المنطقة بشكل أكبر، ونذهب إلى النقطة التي أشرنا لها. ستلاحظ بأننا أمام مساحة مفتوحة، مساحة مزروعة، أي منطقة وأي نقطة من هذه النقاط ممكن أن تكون نقطة الإطلاق، ولكن كان هنالك تحديثا طبعا من الأقمار الصناعية فيما جرى لهذه النقطة تحديدا ما بين 13 طبعا من أبريل مباشرة باتجاه 18 من أبريل، وهنالك صورة محدثة لهذه النقطة تحديدا في صباح 13 من أبريل، وهذا هو الصباح الذي كانت ليلة 13 والرابع عشر هي ليلة الإطلاق. ستلاحظ أن الصورة لهذه المنطقة خاصة إذا اقتربنا من هذا الجزء ستلاحظ ليس هنالك شيئا غريبا أبدا، ولكن بعد 14 من أبريل الصورة تحدثت وتغيرت الألوان هنا، وهذا يوضح لك أن هنالك تغيرات هنا وهنا وهنا، وهذا يوضح بأن هذه عبارة عن نقاط لإطلاق الصواريخ قد ظهرت فجأة من هذه النقطة بعد عملية الاستهداف على العمق الإسرائيلي. هذا يؤكد تماما بأن هذه المنطقة هي عبارة عن منطقة خاصة وسرية ومخفية بالنسبة للجانب الإيراني بمقارنة الصور وصور الأقمار الصناعية. إن هذه النقطة العادية التي لا يبدو أن هنالك أي مدخل باتجاهها، ليست هنالك فتحات للصواريخ، ليس هنالك أي مظهر للصواريخ نهائيا، هي نقطة واضح جدا أطلقت منها الصواريخ، وهذه ليست بالمنطقة العادية أبدا بسبب موقعها الجغرافي باتجاه من؟ باتجاه دول الخليج العربي. لاحظ هذه هي المنطقة التي أشرنا لها هنا، ولاحظ بأنها ممكن أن تستخدم ضد كل النقاط هنا في الخليج العربي، وهي قد أطلقت أو أطلقت الصواريخ بهذا الشكل تقريبا على العمق الإسرائيلي، مما يوضح أيضا نوعية الصواريخ والمديات الصواريخ الموجودة في هذه القاعدة تغطي تماما منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام. بالتالي هذه ليست قاعدة عادية أبدا، والجانب الإيراني كان واضحا قبل تصريحات العميد رمضان شريف باتجاه تركيا، هم اتهموا تركيا واتهموا تحديدا الرادار وقاعدة الرادار الموجودة في تركيا الخاصة بحلف الناتو بأنها أعطت إنذارا مبكرا لإسرائيل بالصواريخ التي انطلقت من قاعدة تبريز بهذا الشكل باتجاه العمق الإسرائيلي، وطبعا هي ساعدت إسرائيل بهذه المسألة، وضعوا هذا الاتهام على الجانب التركي بأنها ساعدت بمسألة الدفاع، ولكن تركيا طبعا نفت هذه القضية، قالت بأن هنالك إجراءات لحلف الناتو في استخدام هذه الرادارات، وبأن تركيا لديها موقف واضح من القضية الفلسطينية، وإسرائيل أساسا ليست جزءا من حلف الناتو، بالتالي لم يكن هنالك أو ليست هنالك أي حقيقة لما تدعي عليه إيران، ولكن إيران لم تتجاوب مع هذه المسألة، وضعت الاتهام بهذا الشكل على جانب التركي، وإيران منزعجة من هذه القاعدة الرادارية منذ عام 2011. أبلغت تركيا بأنها منزعجة من هذه المسألة في سبتمبر من عام 2011، وبعد ذلك في نوفمبر هددت تركيا بأنها ستضرب تركيا بشكل مباشر في حالة كان هنالك استهدافا من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية على العمق الإيراني. وبالتالي هذه مسألة واضح أنها تتحدث عنها إيران بشكل واضح. بالتالي ما تحدث عنه العميد رمضان شريف هنا جعل إيران أوبزيرفر أن تقول ببساطة بأن هذه التصريحات من شأنها أن تغير الوضع الأمني في المنطقة بشكل جذري، ولا بد من الانتباه أن إيران تستفيد كثيرا من علاقتها مع روسيا على المستوى العسكري. كيف؟ اليوم على سبيل المثال وكالة تسنيم كانت قد وضحت بأن هنالك سلاحا جديدا للحرس الثوري الإيراني أعلن عنه، طائرة مسيرة جديدة تبدو بهذا الشكل الذي نراه، ولكن إذا ما دققنا بهذه الطائرة المسيرة ستجد بأنها تتطابق مع طائرة لانسيت المسيرة الروسية التي تستخدمها روسيا بفاعلية عالية للغاية ضد القوات الأوكرانية، وتطورت أيضا خلال هذا الصراع ضد أوكرانيا.
الثانية، بالتالي لاحظ ليس هنالك أي فرق أبدا، الهندسة العكسية واضحة بالنسبة للجانب الإيراني، ولكن طبعا الخبرات تنقل من قبل روسيا إلى إيران، ورأينا ذلك مع صواريخ الفرط صوت وغيرها. إيران تستفيد كثيرا، هذا يعني ترسانة السلاح الإيراني من الصواريخ والطائرات المسيرة تتطور بمشاركة روسيا بهذا الشكل، وهذا الأمر هو الذي لفت انتباه أيضا فوربس التي تحدثت عن هذه المسألة اليوم تحديدا. كذلك عدم تحقيق إيران لأي نتائج واضحة أو ضربة مباشرة ناجحة ضد إسرائيل هو جعل الغرب أن يرى بأن من الممكن أن تكون هنالك تهديدات نووية وخطر من التصعيد النووي الإيراني كرادع وكمسألة رادعة لكل ما جرى، في ظل أن إيران غير قادرة على تحقيق الكثير ضد إسرائيل بسبب مشاركة أكثر من طرف في عملية الدفاع عن إسرائيل تحديدا. بالتالي هم يريدون وقد يبحثون عن التقدم النووي، وهذه مسألة طبعا أيضا ستتصاعد في الأسابيع القادمة، في الأربعة أسابيع القادمة متوقع أن نرى رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو يذهب إلى إيران ليقوم بتحضير تقرير ليطرح طبعا على الوكالة ومجلس المحافظين في يونيو القادم، ممكن أن يشعل المنطقة بأكملها. والوضع النووي طبعا مع إيران، ونفس الرجل قد قال بصراحة بأن هنالك قلق حول استهداف إسرائيل للمفاعلات النووية الإيرانية، مما يجعل إيران أن تتقدم للقنبلة النووية.